مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطوس البنطي تألم ومات وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآن وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذين فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي منبثقين من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد أن نعتق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وانا ترجى قيامة الموتى والحياة مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطوس البنطي تألم ومات وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآن وأيضا يأتي بمجد عظيم بيده
والأموات الذي دفن لملكه، ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي منبثقين من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة.